لسه معرض القاهرة الدولي للكتاب بيواصل فعالياته. كاميرا صباح الخير يا مصر اتجولت امبارح في المعرض وعملت مجموعة من اللقاءات مع العارضين والجمهور من مختلف الفئات. خلونا نشوف مع حضراتكم دلوقتي أجواء معرض الكتاب. صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان. على الرغم من التوسع التكنولوجي الكبير في مسألة القراءة والثقافة، لكن لسه في ناس بتحب انها تشتري كتب وتقراها، ومن الناس الجميلة دي اللي بتحب تفكر كده الصبح اول ما يصحوا في مكان يروحوه علشان خاطر يقروا فيه كتاب او رواية ومنه كمان تبقى خروجة. فاحنا قررنا ان الخروجة دي تكون في معرض القاهرة الدولي للكتاب. هنكون مع حضراتكم خطوة بخطوة، هنعرفكم كل التفاصيل اللي موجودة في المعرض من اول ما تتحرك من البيت لحد ما توصل هناك وتخرج وتنبسط وتشتري كتب وترجع تاني. يلا بينا نكسب وقت ونتحرك على معرض الكتاب. في البداية كده احنا اتحركنا بعربيتنا، ولو انت مش حافظ الطريق هتفتح الجي بي اس وتكتب مركز مصر للمعارض الدولية اللي في التجمع الخامس جنب مركز المنارة ومسجد المشير طنطاوي. ولو مش معاك عربية وهتيجي مواصلات أحب أطمنك ما تقلقش هتيجي بسهولة، عشان إدارة المعرض نسقت مع هيئة النقل العام بوجود أتوبيسات من كل الميادين عشان تنقل زوار المعرض، وهتلاقي مكتوب عليها خدمة معرض الكتاب، وأول ما توصل هتقدم لهم على البوابة التذكرة اللي قيمتها 5 جنيه بس، يا هتشتريها من شباك التذاكر أو سهل على نفسك واحجزها أونلاين من خلال الموقع الرسمي للمعرض. ودلوقتي احنا وصلنا لمركز مصر للمعارض الدولية اللي بيستضيف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54. الدورة دي مميزة جدا، فيها 500 فعالية ثقافية وفنية، يعني هتشتري كتب وتحضر ندوات وتنبسط براحتك، وكمان هنا التنظيم على أعلى مستوى، وفي تبادل للثقافات بين الشعوب المختلفة لأن مصر دايماً بتحتضن شعوب العالم. تعالوا بقى نكمل جولتنا وخروجتنا في المعرض القاهرة الدولي للكتاب، يلا بينا. هنا بقى الساحة الكبيرة دي بتستقبلك أول ما تدخل بعروض وفقرات فنية مختلفة، والحقيقة الفقرات دي بتخلق حالة من الفرحة والبهجة على وجوه الزائرين الصغير والكبير. وهنا هتلاقي بقى عدد كبير من المطاعم والكافيهات عشان لو حبيت في أي وقت تاكل أو تشرب كله موجود، وكمان في مقاعد تقدر تقعد عليها براحتك، وده الجانب الترفيهي. أما الجانب الثقافي بقى موجود في 5 قاعات بيستضيفوا 1047 دار نشر من 53 دولة، ده غير القاعات اللي فيها ندوات ثقافية وأمسيات شعرية، وعلى رأسهم القاعة الرئيسية وهي قاعة الكاتب والشاعر صلاح جاهين شخصية المعرض. أما قاعات الكتب هتلاقي فيها كل دور النشر، وعلى كل قاعة هتلاقي أسماء دور النشر الموجودة عشان تسهل عليك. فعلى سبيل المثال هتلاقي جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب اللي بيقدم كتب بأسعار مناسبة وتخفيضات، ده طبعا بالإضافة لباقي دور النشر زي سور الأزبكية، هتلاقي هنا الكتب المخفضة موجودة بأسعار مناسبة جدا. عندنا إقبال كويس جدا السنة دي على سور الأزبكية زي كل سنة، بس السنة دي أكتر شوية، ومعرض كويس زي ما حضرتك شايف، وفي إقبال من الناس وفي أسعار كويسة بخمسة وبعشرة. بالإضافة لجناح الأردن الشقيقة ضيف شرف الدورة، وجناح حياة كريمة اللي بيتواجد لأول مرة في المعرض. بنقدم مجموعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية لكافة الأعمار، الأطفال وكمان الكبار، كمان بيشاركوا في مجموعة من المسابقات الثقافية يمكن هي مخصصة أكتر للسن الأكبر علشان تعرف الناس وتعرف الشباب عن إنجازات حياة كريمة في الفترة اللي فاتت وعن إنجازات الدولة من المشروعات الكبرى اللي تمت في 7 أو 8 سنين الماضية. المعرض خصص قاعة للأطفال بتقدم كتب تعليمية وورش للرسم والتلوين وفقرات لتنمية مهارات الطفل. هنا بقى هتلاقي ثقافة وفرحة وانبساط على وجوه الأطفال وأسرهم، وإحنا كمان كنا مبسوطين وإحنا موجودين معاهم. السنة دي أحسن من كل سنة، إن الكتب السنة دي أرطر من كل مرة يعني بالنسبة للأطفال، وفي ملاحظ برضو إن الأطفال السنة دي يعني في عندهم ملهفين قوي
على كتب عن كل سنة يعني. بحب أجي هنا كتير علشان برضو بقعد أقرأ قصص، وقصص مفيدة جدا. إحنا كده خلصنا جولتنا داخل المعرض، بس يا ترى الناس دي كلها انبسطت ولا لأ؟ تعالوا بينا نشوف ونسمع قالوا إيه. خروجة حلوة والأنشطة حلوة وكتب حلوة كثقافة وككل حاجة بصراحة، وشايفة الناس مبسوطة كلها، يعني الناس كلها جاية تخرج. اختلاف وجو حلو وكالتشر ومحافظات وناس كتيرة جوه وجميع الفئات موجودة بصراحة، يعني لا حلو. المعرض السنة دي فوق الوصف يعني، أوكي هو زحمة بس ده بيديك دلالة إن الشباب هنا حتى الأولاد الصغيرة بدأوا يقروا، مش بيعتمدوا كلهم على النت. الوضع السنة دي أحسن بكتير، الوضع فيه حركة، فيه إقبال، فيه فئات عمرية ابتدت تظهر كتير وتقبل على الكتاب وشراء الكتاب. على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء، أنا مصر عندي أحب وأجمل الأشياء. كلمات الشاعر الكبير صلاح جاهين سطرت على جدران المعرض وحفرت في قلوب المثقفين عشان يكون شعار المعرض اللي بيؤكد اهتمام الدولة بالمحافل الثقافية وتقديم دعمها الكامل لنجاح الحدث الثقافي الأهم في مصر والوطن العربي والعالم. وكمان المعرض بالإقبال ده بيؤكد إن الجمهور المصري عاشق للثقافة والقراءة، وشعارنا الدورة دي معاً نقرأ نفكر نبدع. دي كانت جولتنا داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، وأحب أقول لحضراتكم إن اللي زار المعرض لحد النهاردة أكتر من 1.5 مليون زائر، بس اللي لسه ما جاش فايته كتير، بس عامة لسه قدامكم الفرصة لحد يوم 6 فبراير، تقدروا تيجوا تعملوا جولة ثقافية ترفيهية وتنبسطوا من الساعة 10 صباحاً لحد الساعة 8 مساءً. كنت مبسوط بوجودي معاكم في الجولة والخروجة الحلوة دي، ومتأكد إنكم لما هتيجوا هتنبسطوا. محمود جميل، صباح الخير يا مصر.